السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بنشوف ريفيت 2025. في ميزة جديدة موجودة لو انت شغال في الفاميلي مش في المشروع، في الفاميلي، ان انا ممكن اقول له ان انا عايز اعمل اري، ومثلا اخترت ان انا اعمل اري مثلا 2. طيب الجديد بقى ان انا لو قلت له 1 مش هيعترض، ولو قلت له 0 مش هيعترض، وتقدر ان انت تشوف اللي انت عامله لو انت قلت له بريفيو فيزيبيليتي اون. طيب لو رجعنا تاني اوف تبدأ تظهر معاك. طيب هقول له 1، طيب واحدة فعلا اللي موجودة، ممكن تخليها 5 زي ما انت عايز، لكن دي خاصة بالفاميلي. لو جربت الموضوع دوت في المشروع هتلاقي ان هي مش شغالة معاك. يعني لو انت عامل اري وقلت له لا انا مش عايزهم 5، انا عايزهم 1، هيقولك لا هي من 2 ل 200، من 2 ل 200، انما 1 مش هينفع، ولا 0 هينفع، ولا سالب، ولا اكتر من 200. تمام، فهي دي الحدود اللي موجوده. كان زمان في قلب الفاميلي ما ينفعش تخليها 1 ولا تنفع تخليها 0، لكن هما دلوقتي غيروها وخلوها انها تنفع، بحيث ممكن يكون عندك ترابيزه وفيها كراسي كنت عايز تخلي في مره الكراسي 1، مره تخليها 0، مره تقدر تتحكم فيها اكتر. فالخاصيه دي مفيده لحد عايز يعمل الفاميلي.